وبكل فخر واعتزاز الفرقاطة الرادع من القسم البحري للفرقاطات المتعددة المهام، عنوان القوة والشراسة، قدرتها القتالية العالية تمكنها من كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية العائمة منها والساحلية والأهداف التحتمائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية وتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية تحمل على متنها حوامتان قتاليتان ببدائل مختلفة مضادة للسطح، بإمكانها توجيه ضربات صاروخية ضد السفن المعادية بصواريخ جو بحر ومضادة للغواصات، قادرة على كشف وتدمير الغواصات بضربات توربيد انطلاقاً من الجو.